شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد يوم أمس في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وترأس الاجتماع معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التنسيق المشترك بين الدول العربية تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، واللقاءات والمنتديات والاجتماعات التي ستشارك فيها الدول العربية، بما يدعم تنسيق مواقفها تجاه الموضوعات والقضايا المطروحة، وبما يعزز العمل العربي المشترك ويدفع مسيرة التعاون العربي نحو مزيد من التكامل والتضامن. كما ناقش أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء مستجدات التطورات المتصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية في هذا المحفل الدولي الهام، وسبل زيادة التنسيق العربي المشترك وتكثيف التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص. وتم تبادل وجهات النظر تجاه استمرار التحرك العربي الجماعي والفردي لتكثيف الجهود الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والعمل على تخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد الذي سيجر المنطقة إلى حرب مدمرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.